والتنمية. مشاهدي الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من أتحداك في نص ساعة. حلقة اليوم نستوحيها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يربي شعره ما بين أذنه ومن كبيه، يعني إلى قبل الكتف، كانت هذه عادة الرسول صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث تحدثت أنه الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وشعره مربوط في ضفائر، لكن العلماء يتحدثون أن لكل زمان سننه وقوانينه، فما كان بالأمس من الأعراف قد لا يكون اليوم هو من الأعراف، قد يكون مستهجنا، وبالتالي لكل زمان لكل مكان وزمان مقال، ولكل مكان وزمان حال. حلقة اليوم رح نتكلم فيها عن الحلاقة. الحلاقة هي واحدة من الوسائل التي يستخدمها الإنسان من أجل إعالة نفسه بشكل حلال، لكنها في نفس الوقت فن لا يجيده إلا القلة من الناس. فلنشاهد. يا صادق، مهنة الحلاقة كيف تنصفها؟ مهنة صعبة ولا سهلة؟ لا لا، هيك بس ذكاء، بس فقط لا غلب الشغلة. أي واحد ممكن يشغل حلاق؟ لا فجأة؟ ما أعتقدش، يعني يمسك ماكينة وهات يا شغل؟ لا 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 لا، ما تصلحش، كله على نية الشخص نفسه إذا كان مستعد إنه يباشر الحلاقة. كم يحتاج وقت يتدرب؟ يعني شهر بالكثير، يعني أقل حاجة أسبوعين بالكثير يكون نية الحلاق، شهر بالكثير قدو حلاق. النية تسبق العمل. لو اخترت واحد الآن في الشارع وقلت له خذ الماكينة واشتغل حلاق، صعب. صعب، مش أي واحد يقدم رأسه لأي شخص. صعب، صعب جدا، ما أقدرش. صعبة جدا، ركزوا. لو طلبت منك انه احلق لك الان بالماكينه، اصلع انت عندك خبره؟ لا اصلع، لا ما قد حلقت اصلع طول عمري، ولا حتجرب؟ ولا لا، مش ممكن. هل يجوز للرجل ان يطيل شعره ويعمل وظائف؟ لا لا، ما يصبرش، هذا اللي بدول الخارج بامريكا بس ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرم. هل يجوز للإنسان أنه يربي شعره ويعمل ظفائر للرجل؟ لا، ما يجوز. من كان من الكفار، هذا من عادات الكفار. أيوة أكيد، الشعر هذا من هبات الله سبحانه وتعالى لكل إنسان. صح. أنا أسأل، هل يجوز للرجل أن يربي ظفائر؟ ما يجوز. وين يجوز؟ 100,000 ريال بعطيك إياها إذا جاوبت للسؤال ووافقت على التحدي، إيش رأيك؟ إن شاء الله، ليش لا؟ طيب، هل يجوز للرجل أن يربي ضفائر؟ لا. تأكد؟ لا.
والبنات يشتقوا لي؟ لا 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 يجوز. لا يجوز تشبه بالنساء. محمد ليش شعرك قصير؟ لان انا حلق دائما. ليش تحلق دائما؟ مظهر حلو. طيب والشعر الطويل؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى فين كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام؟ طويل يعني إلى رقبتها يعني لو طف رقبتها يعني. إلى أسفل؟ إلى أسفل. إلى الرقبة ولا إلى فين؟ إلى نص يعني. طيب إلى النص. الضفائر هل يجوز للإنسان المسلم أن يعمل شعره ضفائر؟ نو ما يصلح. ما يصلح. الرسول كان يطول شعره لأنه سنة، أما ضفائر ما يصلحش. ما يصلح. ما يصلحش. لو واحد جالك الآن قال لك اسمح لي أحلق شعري هكذا بالماكينة، شقله بس شقله خلي قهوة أكيد. يا أيوة يا لا. لا. هل يصح للرجل إنه يربي ضفائر؟ طيب وإيش الدليل؟ أيام الرسول كانوا يفعلوا، كانوا يعملوا ضفائر. صح، أنت أجبتي صح. الآن التحدي، إذا وافقتي عليه أعطيك 100,000 ريال ومعاك نصف ساعة. إذا استطعتي تقنعي 10 شباب من الشباب وتحلقي لهم بالماكينة على الزيرو الآن ما أعتقدش إنه ما يوافق. هذا التحدي، هذا التحدي. شو رأي؟ يعني من اللي ضفير شعورهم. سبحان الله سبحان الله. يلا شو نقرب؟ بنقرب. تجربي؟ طيب أنغام 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 من؟ إبراهيم الرضول. أنغام من؟ محمد مصطفى. طيب أنغام محمد مصطفى بعكس الكثير من الشباب اللي ما عرفوا الإجابة. طبعا هي أجابت على سؤال التحدي. تكلمنا على، تعالي يا أنغام، تكلمنا على مسألة الضفائر وأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا يربي ضفائر وأنه كان في تلك الأيام الرجل يعمل ضفائر. الآن أنغام وافقت على التحدي وهي شاكة، حتستطيع أو ما تستطيع الله أعلم. لكن خلونا نطلع الفاصل، وبعد الفاصل نجيب الأدوات، ماكينة الحلاقة والكرسي والروب. تنسحبي؟ أنغام سحب. طيب تراجعت أنغام وبالتالي خلوني أكمل أشوف إذا كنا قادرين على إيجاد واحد من الشباب، باعتبار أنه هذه المهمة مش صعبة بل مستحيلة على البنات، لكن خلينا نشوف من الشباب إذا كان واحد منهم قادر على مواجهة التحدي. كان شعر النبي عليه الصلاة والسلام فوق الوفرة ودون الجمة، إيش الوفرة وإيش الجمة؟ العنق وال... والله ما درس لغة عربية عشان أعلمك إيش الوفرة وإيش الجمة. تقول أسفل المنكب أو المنكبين لنهاية المنكبين يسموه. أيوة ممكن هي هذه الجمة. الجمة هنا. أيوة الوفرة هنا فين؟ أدنى الرأس. أدنى الرأس. أدنى الرأس. أدنى الرأس. الوفرة هي إذا وصل الشعر إلى شحمة الأذنين، يعني إلى هنا فعلا نهاية مستوى الرأس، هي هذه الوفرة. والجمة إلى المنكب. طيب تمشي. طيب إيش اسمك؟ صادق عبد اللطيف إبراهيم علي. صادق عبد اللطيف. طيب يا صادق، الآن أنت حطيت رجل على 100,000 ريال، أعطيك 100,000 لو قبلت التحدي. قل لي واذا ما اقبلش التحدي اشوف غيرك. عادي ما بش. ما في اقبل. ما في. ايش رايك؟ نقبل. طيب قل لي ايش التحدي الان؟ ما شاء الله اللهم صل على النبي. شوف الشباب حوالينا حلوين وشعور وشخصيات. لو استطعت تقنع لي 10 شباب انك تحلق لهم وعلى الزيرو
زيرو صح؟ زيرو. الماكينة موجودة، البالطو موجود، الكرسي موجود، اقنع 10 من شباب اللهم صل على النبي. على أساس على الزيرو. دافع كم؟ 100,000 ريال. بلغريهم بالمبلغ. 100,000 ريال هذه جائزتك خلال نصف ساعة. بس تحلق العشرة. أحلق لهم أنا. أيوة. بالماكينة ما تحتاج خبرة. ماكينة كهرب. صدق 10 أشخاص تحلق لهم وأنت كمان الرقم. وأنا أشتري صفر عادي مش مشكلة. موافق؟ موافق أنا على صدق. صادق عبد اللطيف إبراهيم علي. صادق عبد اللطيف إبراهيم. إذا هو المتحدي في هذه الحلقة. وعشان نبدأ هاتوا لي الماكينة. مشاهدي الكرام احنا وصادق عبد اللطيف، يعني هو اجاب على السؤال وبالتالي تأهل، وعندما عرضنا عليه التحدي هو وافق، وكان الشرط انه يقنع 10 شباب يحلق لهم على الزيرو. لكن قبل ما يبدأ بالشباب علينا ان نبدأ به هو، فمن سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. الآن أنت وافقت، لكن قبل أن تبدأ بالشباب علينا أن نبدأ بك أنت. أنا أقول لك المرة الأخيرة، مستعد لمواجهة التحدي وتمشي فيه حتى النهاية؟ مستعد. صادق عبد اللطيف إبراهيم الآن يبدأ التحدي، تفضل. أنا أقول تعال لك يا احمد، تعال جيبه جيبه محمود معك جيبه والله صراحه صيف سلام هي امال هي محمد انت صاحبك يلا تفضل يا سريعك نخلص هي خلينا نقول ها صح لهم لك هي تمام مثل اشتري بعضهم هيا لا 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 انت تعال انت هذا الشيء انت ايش بدي اقول واحد يلا هي تعال هي ريدان يا طبعا تمام بقول لك شعر جديد غير لك شعر جديد غير لك شعر جديد غير لك شعر جديد على جنبه كل هذا هجر عربي لا ليش؟ مع بعض سمعنا برنامج شين جديد ها؟ شين خلص البرنامج معانا 100,000 والله انا داري ها هي دقيقة لا نحرق لك لا ما فيش وقت الوقت يمشي الوقت يمشي علينا جميل جميل استحلف لو سمحت جميل جميل لو سمحت معنا برنامج لو سمحت معنا برنامج خليك مع الجائزة ايش وصل الجائزة والله لو سمحت والله ايش وصل الجائزة لو سمحت ايش وصل الجائزة جميل لا تعال 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 انا محلوق لك تعال تحصلنا واحد ان شاء الله السلام ما تحلق ايوه شو وصل الجائزة طبعا ها هي الجائزة شو وصل لك ساعدوه ساعدنا ساعدوه ساعد بعدين شكرا على الوقت يمضي ما مش معي وقت عمني ما هلول بعد صادق لو سمحت معك شعر معك شعر في الموضوع معنا برنامج
برنامج جايزه تصل 100 اشي مع تساعد وعي مشى وصل سير يا جماعه مخلوق طبيعي شوف احنا حالك كامل هي 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 بالله هي بالمقي هي الوقت يمضي امشي معي وقت ممكن نحلق لك ايوه كم سفره شد احنا الآن صادق بدأ بأول شخص بعد مرور تقريبا 4 دقائق. المطلوب منه يحلق العشرة خلال نصف ساعة على هذا المنوال. أنا أشك إنه راح يربح، لكن إذا كان حابب يربح لازم يشد حيله شوي. لازم يسرع من الريتم ويقنع الأشخاص بشكل أسرع من كذا. نعيمة يا عمي نعيمة. لحظة بالله نزل راسك شوي. يعني زي ما احنا ملاحظين الان خريطه العالم رسمها صادق على راس ضيف الله. ضيف الله انت ليش وافق؟ كذا مساعده؟ مساعده الصادق. بس حلاقه سريع سير عدلها. طيب وانت ليش الكلفه؟ ليش كلفت على نفسك كذا؟ يعني مساعد لصاحبي. سمعتي معنا برنامج نشتيني برنامج مسابقة نشتيني رباح الجائزة دخلنا برنامج التحدي أنا بجشتيني أشيل أحلق بس طلبوا مني أحلق لعشرة وأقنعهم بأسلوبي أيوة مشان أوصل الجائزة بس ممكن تساعدنا وتستلم جائزة منها تستلم جائزة منها ممكن لو سمحت مشان الوقت ما يفوت الناس ما شاء الله الآن شغال برتم سريع يا صالح ما شاء الله يعني اول مره نحلق الان شوف 7 دقائق وهذا ثاني واحد ها جبنا خبره اي بس لازم تسرع اكثر لان الوقت بدا يدهمك يعني 7 دقائق في 2 نحن اما باقي معك 8 يا صادق 8 كم باقي من الوقت 8 باقي معك 23 دقيقه حاول شغال اطلع خلينا نزرع يلا شد حيلك نعيمه نعمي لا هذا بدعنا فيه بنشوف الكدش. ايش الكدش؟ هذا البربرو ايام السبعينات، ايام السبعينات ما حدش يحلق. هذا ما حدش يحلق. بس يعني والله اذا هذه الموضه الحلاق لا هذه الموضه. تعرف ايام السبعينات كيف كان شعورهم؟ هذه الايام موضته. نظام الكول يعني. ايوه شباب الكول. الكول. ايوه شباب الكول. عيد معك حرج. شباب الكول. تضحك الا طلع شبه همتارو ها طلع شبه همتارو همتارو يا راجل طيب تحلق انت اصلا لا 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 عشر دقيقة وهذا الخامس توقع تربح؟ إن شاء الله طيب يا مرزوق ليش وافق؟ على عشان يربح شعر حلو ويعطي الإنسان مظهر جميل على عشان يربح المية ثلاث عشان يربح المية والله إنك وفي تعرف صادق أه.
ليش رفض؟ الطول انه طبعا ماشي هيدنا حلق. ليش؟ ما هو شعرك قصير اصلا. لا حلق ب 500 ريال بالتنعيمه. هذه ببلاش. هذه ببلاش بس بهذلها ب لا ولا بهذل ولا شيء وكان بينعيمك يعني يعمل لك اكسترا. تنعيمه كيف يعني تقطع بيقع. والله العظيم انت زعلت اليوم الناس منك. ليش ما حلقت؟ ما مش حلو. ببلاش. ما ببلاش اسمي جعلوقش. عمرك حلقت اصلا؟ لا. نهائي. نهائي. ولا بتجرب؟ ولا بجرب. بنلاحظ الان بعض الشباب بيعمل شعرهم سبايكي وقصة وقزع ومش عارف ايه. ايش رايك في الموضوع؟ أنا صراحة ضد الأمور هذه. صح ممكن واحد يهتم بشعره أحد أسوة بحديث صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال من كان له شعر في الكريم. لكن يعني أنه يتقلد هذه أمور أصلا لأن فيها تقليد بالغرب وفيها يعني تشبه باليهود كيف لازم الشباب يعملوا شعره؟ والله يحلقوا حلاقة عادي يكون تخفيف بحيث أنه ما يكونش اقتدال الغرب. يعني ما يقلد الغرب. ايوه لانه احنا الموضه الحاليه يا اما يحلق كذا سبعه يا اما تايسون في اسماء كثير. ما قد عملت انت؟ ولا قد جربت؟ جربت فتره المراهقه فقط. مبروك مبروك مبروك. لا 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 شخصية تمام الحين. أول مرة تحلق إصلاع؟ أيوه. أول مرة؟ زمان قبل 5 سنين كذا. والآن؟ أنا عادة. كيف حلاقته في أقل من دقيقة حلق لك؟ لا لا تمام. طيب عشان يربح بس بعدين خلاص. الله يفتح عليك، شكرا. ايش اللي خلاك توافق؟ يساعد لولا انه شيء يخليه يكسب بدل ما يخسر خليه يكسب. وتخليت عن شعرك؟ ولا عاد يطلع مره ثانيه. يطلع ويطلع كل مره. تتوقع انه يربح؟ عادي ان شاء الله. على صاحبي لحظه ليش رفض؟ ما مش عم كذا ما مش حول. بدون ليش يعني الحلاق عندك مبدا ترفض؟ مش مبدا ارفضها بس ما الوقت مش مناسب. لقي بلا ناس ثانيين في ذوق كله معثين في ثانيين. طيب تتوقع انه يربح؟ هو مطلوب منه 10 يحلق لهم في نص ساعه. تتوقع يربح؟ والله ما متوقع انه يربح لانه مش شغله اصلا. نشيل عن الحلق نفسه العرش يا ممكن نفس السنه انا حلق قدامك طبيعي في معنا برنامج شو صار قايده ساعد معي لو سمحت لو سمحت خلاص موافق شكله. هات الماكينه مروان لو سمحت خلص طبيعي ما فيش حاجه قدك لابس مشده ما في شيء. روح يا خبام ما الاسم معنا شبه ايمار لحظة احلق صلعة والله ما جا حلق صلعة ولا جا حلق ليش تخوف لي ما جا حلق ليش لي 100,000 ليش خايف لي طبيعي ما فيش حاجة حد اللي مو طبيعي. شوف انا فهمت الموضوع على اللي لا معنا برنامج مسابقة 100,000 وصل قال باقي معي شخص واحد ايش دور لك نص خلاص موافقة الماكينة يلا عشان خاطر هي هذا الماكينة موافق ما جا حلق ليش والله ما جا حلق ليش خايف
قبي اذا انا حالك قدامها ماشي حلو تقول لك واحد قهاب ما يقبلش من القهاب المشكله انا عادي انا محلو. ساعدنا مره واحده باقي انت اخر واحد مسافر وسمع اخر واحد الشهور 100,000 لو سمع السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايش اللي زعلك شايفك زعلان والله انا احلق صلعه لان سنين وين حلقت اصلا لا ما يصلح ليش من كذا لا ما ينفع كذا ما هو شوف انت تعرف انه هو ده الحين باقي له دقيقتين تقريبا اذا ما ساعدته بيخسر 100,000 اكيد يرضيك انه دقيقه حلق صلعه ما يصلح انا حتى لو خسر 100 يخسر 100 بس ما مش يخسر 100 ده ولا ابو مليان صادق عبد اللطيف توقف عند 28 دقيقة و59 ثانية أنا كنت متوقع أنه راح يعجز عن الحلاقة لعشرة أشخاص خلال نصف ساعة لكن في الحقيقة هو حلق ل 11 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 خلوني أعرفكم مشاهدي الكرام على الأبطال الحقيقيين اللي ضحوا بشعورهم وأحاسيسهم من أجل صادق عبد اللطيف اسمك وليد عبد الرحمن سعيد محمد وليد يا وليد أنت أكثر واحد كان عنده شعر ومع ذلك كده تخلي سنين وأنت تربي فيه ليش حلقته أحسنت أول فرصة بعد مساعدة لأخي يا أخي مساعدة لصادق صادق. طيب اسمك إيهاب عبد الرحمن المحيا إيهاب المحيا محتاج تعديل يا إيهاب محمد ثابت محمد علي هادي محمد ثابت الوالد العزيز أنا 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 كنت متوقع أنت بترفض بصراحة ليش وافق أنا وافقت علشان التحدي عبد صادق عشان صادق أيوه. يعني ما شاء الله محبوب صادق عندك محبوب جدا يعطيك العافية أهلا وسهلا يا سفيان دعمنا ثورة الشباب وكيف لا ندعم دخل ثورة الشباب بالحلاقة بالزيرو لأن الشاب صادق يعتبر من الشباب فلذلك يبدأ أن ندعمه يعطيك العافية عبد الله أحمد المطري عبد الله المطري عبد الله المطري ليش حلق كذا نساعد صاحبنا طيب ضيف الله المطري ضيف الله المطري مساعدة مساعدة دنيا حماء عشان تبرد عشان أبرد الله ما عشان مساعدة لا يعني لو تدري مساعدة ما ساعدت لا مساعدة أنت هذا قصته هذا قصته مشاهدي الكرام قصة يعني في البداية رفض وحاولوا يقنعوه وفجأة اندفع وسط الجموع وهجم علينا وصمم إلا ولا أحلق ليش ليش أصدرك أنت قنعتني في لكي لما حلقتش أنا بيخسر 100,000 أنا قلت لك إذا ما حلقت يمكن يخسر أيوه هني أنا في سبيل المضحة إنه يربح يعطيك العافية اسمك أحمد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح وقبل الأخير مرزوق أحمد سيف مرزوق أحمد سيف ومرزوق كمان من الشباب اللي تطوعوا بكل حرارة من أجل أن يساعدوا صادق وأخيرا آخر المتحدين ولعله يعني الحلاقة هي الأسوأ هي الأسوأ بين المجموعة هشام عبد الغالب العديني هشام عبد الغالب هشام بصراحة لازم من إعادة نظر في هذه الحلاقة جنسوت عادي بتسد انت وياه طيب تعال يا صادق مشاهدي الكرام قبل نصف ساعة التقيت بالأخ صادق عبد اللطيف سألناه سؤال التحدي عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان شعره إلى أي طول هو أجاب على هذا السؤال بعد أن عجز عنه الكثير من الشباب وكان عند كثير منهم معلومات مغلوطة عن السنة النبوية الكريمة الشريفة في تربية الشعر تحدينا بعد الإجابة على السؤال أنه يقنع 10 أشخاص ويحلق لهم على الزيرو هو وافق على التحدي على مضض لأنه كان خايف ليش كنت خايف؟ ك-
كنت اشوف انه صعب ان انا اقنع الاشخاص، لكن بالاخير في حماس كلهم تفاعلوا معي. طيب خالد صادق عبد اللطيف، انا تحديتك، انت كنت قد التحدي، الف الف مبروك. I'm not afraid.